ما لا يخل يعني. قلنا فيميل 35 سنة في الهوسبيتال، عندها ليثارجي ويت لوس يلوينج اوف ذا سكين، السيرولوجي بتاعها البيليروبين عالي، الالكالين فوسفاتيز نورمال، الالت عالي، الجاما جلوتامايل نورمال، البيومين سلايتلي الفيتد، الهباتيتس ماركر هباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف، هباتيتس بي اي انتيجين بوزيتيف، هيباتيتس بي كور اميونوجلوبولين جي بوزيتيف. طيب هنا السبيشاليست ديسايد تو بريسكرايب تيليبيفيودين امونج ذا اذر ايجنت، وات از ذا ميكانيزم اوف اكشن. ده ملوش علاقه بالسؤال برضه، نفس الحكايه، ميكانيزم اوف اكشن الدواء ده تيليبيفيودين. حد يعرف؟ انا ما اعتقد نيوكليوتايد انالوج اللي هو نفس بتاع الاتش اي في، اللي اخذها هو دي اي سي بي صح؟ ان ايه، لا هو هو بي 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 هباتيتس سي. سي سي لا لا ولا. سوري هباتيتس بي قصدي، سوري هباتيتس بي ده دي ان ايه فيروس. تمام دي ان ايه فيروس. ممكن اشتغل عليه بالارض والنيكلوتايد از انالوج صح. هي فكرة ان الانالوج ده بيعملوا انالوج، بيخدعوا الفيروس بنيوكليوتيد يعني، بتخليه برضو ينهبت الريبليكيشن بتاعه. هنا بيقول ريفيرس ترانسكريبتيز ان انزيم اسينشال فور فايرال ريبليكيشن. بس الريفيرس ترانسكريبتيز ده مش كان مع الار ان اي فيروس؟ هو البي فيروس ار ان اي ولا دي ان اي؟ دي ان اي. اي معنى نقرا اللي هو نيوكليوتايد انالوج ده اند نون نيوكليوزايد ار ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور، هي 3 كلاسز اوف دراج بتديسترب الانزيمز اللي بيعمل الريبليكيشن بتاع الايه البوليميريز يعني. تمام. بيقول انه الانتي فايرال دراج تيبيكالي يوز في الكرونيك هيباتيتس بي انفكشن زي الثيميدين نيوكليوزايد انالوج، بتنهبيت الريبليكيشن بتاعت الهيباتيتس بي زي زيدو فيدين وزي الاستوفي فيدين ده، وتو اكزامبلز على في نفس الميكانيزم اللي هي الايه النيوكليوتايد انالوج. تمام. هيدروكسي كارباميد ده ريبونيوكليوتايد ريدكتيز انهبيتور، ده بيقلل برودكشن اوف دوكسي ريبونيوكليوتايد ريديوسنج الدي ان اي سينسز، ده بيشتغل على الدي ان اي سينسز. تمام. البروتيز انهبيتور عدى علينا من شويه ده زي الرينا فير. تمام. ده بيستخدم اجينس الاتش اي في والهيباتيتس. الستاتين اكزامبل اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتور، ده داخل في النص ملوش دعوه بالقصه دي، بس هو بتاع الستاتين ده الميكانيزم بتاعه. تمام. الكالسينو يورين انهبيتور ده اميونو سبريسنت، بيقلل التي سيل ديفرنشيشن. طيب هنا تمام. هنا الهيباتيتس بي از دبل ستراند دي ان اي، بيسموها الهيب دي ان اي فيروس او الهيبنا فيروس. تمام. سبريد ثرو اكسبوجر اوف انفكشن انفكتد بلاد، اكتر حاجه طبعا قلنا بتنقل عن طريق البلاد ستيك من 20 ل 30% او البودي فلويدز، انكلود الفيرتيكال ترانسميشن برضو من المذر للتشايلد، والانكوبيتري بيريد بتاعتهم من 6 الى 20 اسبوع. بيعمل ممكن يعمل جوندس فيفر اليفيتد ترانس امينيزز، الكومبليكيشن بتاعته يقلب بكرونيك او يعمل فالمنانت ليفر فيلير، باتو سيلولار كارسينوما، جلومينيفرايتس، بلو ارثرايتس دوزا، كلود كرايو جلوبينيميا. تمام. طيب الاميونيزيشن اجنت اتكلمنا عليه امبارح، ده اللي هو الثلاث جرعات عند 2 و3 و4 مانثز، اتكلمنا على القصه دي. نخش في حاجه جديده، ميكانيزم في اكشن يعني، كان اللي فات ده عايز يتحفظ بصراحه، ما فيش فيه اي ابداع يعني. طيب السؤال اللي بعديه هنا 35 يير اولد ميل، تمام، بريزنت تو امرجنسي ديبارتمنت وذ فيفر، هي هاد ريتيرن تو دايز بريفيسلي فروم انديا اون بزنس تريب ويتش لاستد 3 ويكس، ذا بيشنت هاد نوت سوت اني بريث ترافل ادفايس اند هاد
not taken any malarial prophylaxis. تمام. ملاريا رابيد دايجنوستيك كيت تيست، وده بيعملوه حاجه سريعه، بيعملوا لها حاجتين اتنين بس اللي هو ذاكرهم هنا، الفالسيبارم هو اخطرهم، والفيفكس هو الموست الاشهر يعني والموست كومن تايب. فعاملين لهم زي كيت كده سريع بيعمل يعني انيشال دايجنوزز يعني. تمام. البيشنت ريسيف انيشال تريتمنت ل اللي هو طبعا عملوها اللي هي نان فالسيبارم اللي هو البلاسيديوم اللي اسمها ايه، بلازموديوم فيفكس، فيفكس. تمام. طيب البلازموديوم فيفكس دي هي والاوفال بيبقى عندهم هيبنويد، دكتور هيبنويد، بيعملوا ريلابس. ويتش وان اوف ذا فولوينج ذا موست امبورتنت نيكست ستيب ان مانجمنت؟ جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي تيستينج بيريور administration بريما كوين بتاع الريلابس. كوينين ده طبعا ما عادوش بيستخدموه اصلا. كوين فور 6 ويكس او فردر تريتمنت necessary regular blood film. هنتاكد يعني قصده بريجولار blood film عشان نشوف البرزيستنت بارازيتيميا ايه الاكشن اللي احنا ممكن ناخده. يعني انا عملت دياجنوستيك هو نان فالسيبارم، طلع معايا اللي هو البلازموديوم فيفاكس، فانا اعالج الاكيوت ستيج وبعد كده اعالج برضو بالبريما كوين، فهي دي اللي موجوده. هي اللي هو له علاقه بفلوكين، مفلوكين بفلوكين لمده 6 اسابيع اعتقد عشان هيبنوزويد. هو كان كلوروكين سنسيتيف، هو كلوروكين نفس المفلوكين يا دكتور عمر؟ هو كاتب هنا سنسيتيف الكلوروكين نفس المفلوكين. هو كان العلاج يا اما كلوروكين يا اما انا بصراحه الحكايه دي بتلخبطني قوي. يعني هو لما يكتب لي كلوروكين هو العلاج، لو انا لقيت مفلوكين اختاره ولا اختار الحاجه الثانيه اللي بعدها البريماكوين؟ لا، البريماكوين ده يعني البريماكوين ده تحديدا للحاجات اللي بتعمل هيبنوزويد. الهيبنوزويد يعني ايه؟ في اثناء الدوره بتاعت الملاريا بتعدي على الليفر. تمام. لما تعدي على الليفر في بعضها بيبقى يعني زي ليتنت او زي بينام يعني، فبسموه هيبنوزويد، بينام، والتاني بيكمل بيعمل الاكيوت مانيفيستيشن. فممكن يتعالج من الاكيوت وبعد فتره مثلا يرجع تاني عنده الملاريا. فنعمل ايه بقى؟ نديله البريماكوين. البريماكوين هو اللي بيقتل الهيبنوزويد. طب الهيبنوزويد دي بتحصل مع مين؟ مع الفافكس ومع الاوفال. عشان كده انا بتوجه ناحيه البريماكوين عشان هي فافكس، بيفاكس. ايوه، لانه هو اخذ كاتب في الكاف انه اخذ الانيشال مانجمنت، الانيشال تريتمنت الكلوروكين عشان يعني هو على ندي البريماكوين، فلازم نعمل جلوكوز 6 فوسفيت لانه هو بيعمل هيموليسيس. يمكن ايوه بيعمل هيموليسيس. البريماكوين كانت من السايد افكت بتاعته هيموليسيس. ايوه، من الحاجات اللي كان بتاثر بتعمل جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز ديفيشنس، لانها سلفا بيزد دراج. تمام. سلفا بيزد دراج بتعمل لها بريسبتيشن اوف هيموليسيس في الجي سي سي بي دي ديفيشنس. هي البريماكوين دي يعني بتعمل الاكسجين راديكال، متهيألي الجلوكوز 6 فوسفيت له علاقه بالاكسجين راديكالز والقصص دي. البريماكوين يعني بتزود لا دي لو في اي حاجه صلفه بيز دراج يعني فيها صلفه بتعمل لنا الاتاك، منها اشهرها الانتي مالاريا اللي هو اللي فيها فعلا فعلا صح كلامك مظبوط فعلا، لان الاطفال الاولاد اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفيت ما بيديلهمش فعلا السبترين والحاجات اللي فيها الصلفه دي. صح افتكرت صح. طيب هنا it is the important to note that the hypnozoid may persist in liver with non في النوع ده اللي هو non falciparum malaria بعد التريتمنت. تمام. leading to relapse malaria month or even years later. طيب البريماكوين is an important drug which can used to eradicate the hypnozoid. البريماكوين should not given to people glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency due to risk of hemolysis. تمام. تمام.
قصه الهيبنوزويد دي بتلخبط شويه، بس الهيبنوزويد دول مش كلهم بيعملوا هيبنوزويد، بس الفيفاكس والاوفال. مجرد ما نشوف لا فافكس بس هي فعلا مفتاح الكيس دي كانت في فكرة ان هو اخد الانيشال تريتمنت زي ما الدكتورة فاطمة قالت. انت قصدك يعني ان هو خد اوريدي، فاحنا مش هنديله يعني الاولويه النكست ستيب، يعني الاولويه ان انا ادي العلاج وبعد كده اعالج اعمل ايراديكيشن. تمام، صح، كلامكم مظبوط فعلا 100%. بس انا لما بشوف اللي بتبرمج، لما بشوف الفافكس او الاوفال بدور على ده على طول. طيب قلنا عن الملاريا يعني ايش نيتها. طيب تقرأي يا دكتورة، ان انا قرأت السريعة كده وملخبط النهارده. 21 years old man presents to the emergency department with a 5-week history of progressive lethargy and intermittent dizziness. يعني هو جاي بقاله 5 أسابيع عنده history إنه الليثرجي عمالة تزيد, intermittent dizziness, palpitation particularly on exertion, and often related to shortness of breath. Today he has had a syncopal episode and is concerned that there may be something wrong with his heart as he has a strong family history of heart disease. يعني هو كل الأفكار دي هو شايف إن هي حاجة cardiac. He has no past medical history. He is an ex-smoker with 3 back-year history and takes no recreational drugs. هي ايه الريكريشنال دروكس؟ بصراحة مش عارف، بس ممكن تبقى يعني ك يعني ك مخدرات يمكن. تمام. He has recently immigrated from India and is working in an office. His weight has been stable for the last year and he reports no change في البول هابت appetite. He reports an itchy rash on his feet appearing several months ago but this self resolved. راح لوحده, يعني عيان جاي من الهند كان عنده ريش من كذا شهر بس راح لوحده, كان اتش ريش ودلوقتي جاي بالاعراض بتاعه الديزنس والسينكوب والكلام ده. الهيموجلوبين 50 50, قليل جدا يعني جدا. البليتلت 178, الوايت بلود سيل 7, النيوترينت 3, الليمفوسايت 2.5, كلهم نورمال. المونوسايت 7/10 نورمال برضه. الزينوفيل 8/10 عالية حاجة بسيطة أو يعني عالية شوية. البلود جلوكوز 6 يعني برضه عالية, يعني هو الهيموجلوبين قليل والبلود جلوكوز 6 يعتبر نورمال. نورمال بتهيألي مفيش مشكلة. 6 يعتبر نورمال. الزينوفيلا بس اللي عالي. خلينا نشوف الاختيارات عشان الصراحة ايه الموضوع كده غريب. Which of the following would confirm the cause of the patient symptoms and the blood test result? ACG, colonoscopy, HB, hemoglobin A1C, stool, sample for ova, cyst or parasite, chest X-ray. أعتقد لو أنا يعني هختار الستول سامبل وش كده, بس مش عارفة يعني مش عارفة أفكر في حاجة قد ليه مش كده. بس أنا الكولونوسكوبي, ما ممكن يكون بي يعني علشان قال إنه وزنه كويس وما فيش حاجة ولا إيه؟ لو حد عنده اقتراح يقول حاجة عن الاي سي جي صراحة, يعني الاي سي جي زينوفيل كام؟ زينوفيل كام؟ عشان الإيزينوفيل عالية. الإيزينوفيل عالي عالي. ممكن بالظبط عشان الاتش راش مثلا. زي شاجز بس لا شستزوما اعتقد. شستزوما. طيب هو الليفر في هنا في اي حاجات ثانية تقول لنا مثلا؟ هو قال في راش من كام شهر ودلوقتي يعني هي حاجة هي حاجة مدية أكتر على إنها كده, بس إحنا مش عارفين. ما تنزل كده يا دكتور حسن. بس هو السؤال, الهيموجلوبين لو هيموليسيس ولا بلاد لوس؟ مش كاتب هنا, مش جايب الإنديسز.
لو كان هيموليسس كان زمانه مثلا جوندس. بالظبط كده، مش جايب هو ال بس هو الراجل ده بيقول بتاع سينكوبال اتاك، سينكوبال اتاك ده يعني ليه حاجة ليها علاقة مثلا أعضاء أنيميا، بالاعضاء أنيميا الجرح. كبير، أنيميا ممكن تدخله في سنكوبة الأتاك. أيوه، أنيميا أنيميا هي لو هتدخله. اكيوت ماشي، انما كرونيك لا ماشي خلاص اوكي. لو الاكيوت يعني بريزنتيشن هتدخل، انما كرونيك صعب شوية يعني يجيب سينكوبال اتاك. يعني انا قصدي يعني ممكن الكونسيرنينج الهارت ستيتس، يعني حاجة بتأفكت الهارت مع اصل الهيموليسيس الاي سي جي يعني. خدي بالك مش هيبان حاجه، يعني انا لو انا عايزه اشوف بالعيون حاجه تعمله هتبان يبقى انا عايزه ايكو. لا ليه الاي سي جي لو عندك بعض البرانش بلوك مثلا عندك اي، لا بيورينا حاجات كتيره طبعا. يعني هو الايكو سكند يعني الاثنين بيكملوا بعض، بس الاي سي جي طبعا كانيشال هيبين لو هو لو هو الكاز من الهارت. لو هو ريليتد للانيميا دي ماشي، ما هو الانيميا هتزود لنا الهارت ستيتس برضه، يعني هو انيميك بالشكل ده ممكن يزود لنا فيلير مثلا. وبعدين ايه الراشي اللي يحصل مع عيان كاردياك من 7 شهور particular قالها urine ليه؟ طيب exertion، دي particular exertion دي بتاعت الانيميا مع السينكوب ماشيه انيميا اكتر، وممكن ان هي عامله له هايبر دايناميك سيركيوليشن. بتهيألي الهارت يعني يعني الهيموجلوبين القليل مدية الأعراض بتاعته اللي هو قايلها في الكارديو. بس هم فكرة بتوع اللي السترونجينج عندهم فاميلي سيفير، هيستوري اللي عندهم سيفير انيميا دول ما بيقدروش يعني بيبقى اي مجهود عليهم بيبان عليهم، ما بيقدروش يعني يقفوا بس كتير. خلينا نتفق ان نلاقي الايزينوفيل عالية ومع وفي ال رش مع ال قبل كده مع وهو ريش جاي من الهند. نيماتود بقى. سترونجايلويد مثال كنت لا بيعمل ما كده لا برضه. على فكرة نيماتود معاه بوست سترونجايلويد سترونج فاميلي هيستوري اوف هارت ديزيزز يعني كمان، يعني هو اساسا عنده ممكن سترانجولويد برضو صح، لان انت بتدور على حاجه دخلت عن طريق الجلد. بتعمل راش في الباكت وفي الفيتس بتهيألي. دي الاسترانجولويد صح، سترانجولويد ممكن تبقى هي الاسترانجولويد، بس الهابيتيت بتاع الاسترانجولويد دي بيبقى ايه؟ الاسترانجولويد كان الهابيتيت بتاعها ايه؟ سمول انتستين، يعني ما قالش عنده دياريه، ما قالش عنده حاجه يعني هنا طب بليز باول يا دكتور هابيتس. حسن خلينا نشوف الإجابة عشان الفضول، الفضول دلوقتي. انا بس ما طلعش كولونوسكوبي بس. فعلا هي الستول بدور على البارازايت من الاخر. هوك وورم، اللي هي هوك وورم هوك وورم بشكل عام. الصراحة ما ذكرتهاش فمش عارفة. هوك وورم may cause an iron deficiency anemia in patient returning from هو في traveling ايزينوفيليا، قال and ايزينوفيليا صح، احنا كان صح ايزينوفيليا مع ريش مع انيميا، فهي كده هوك صح. this patient has likely been infected with hookworm hookworm explaining the anemia xenophilia and the rash. بالظبط اهو hookworm اللي هي النموتود are acquired from the skin contact with contaminated soil commonly from walking barefoot in an affected area and are endemic in much of Asia, Africa, South America. The worm migrates from the skin into the intestine and will form there cause chronic blood loss, hence causing anemia. Diagnosis can be made from stool culture with identification of the ova in the patient feces. Colonoscopy leads to diagnosis of hookworm but is كان في invasive test. كان في هوك وورم، كان الهابيتات بتاعها سمول انتستين تحديدا تقريبا في الديودنم، لدرجه ان هم بيشوفوا مكانها، يعني حتى لو خف الانسان بينها بيشوفوا مكان العضه بتاعتها، يعني في الناس اللي بتعمل الاندوسكوب يعني وكده. كانت اي نوع بقى من الهوك وورم، لانه هي تقريبا هي هتبقى هي دي، لان الاذرز اللي بيبقوا في الجيجنم والتحت يعني في السمول انتستين لازم أن يبقى معاه اي حاجه انفستيشن في السمول انتستين، لازم يبقى معاه دايريه في الكيس، الا هي دي اللي بتبقى في الديودينم معاها ابر ابدومينال بين في ال يعني في ابيجاستريك ابدومينال بين، وبتبقى معاها برضو العلامه دي برنت، بس مبقاش معاها دايريه. تخيل النوع ده الهوك ورم مش عارف كان اسمها ايه، انكلوستوما باين، ولا هي الانكلستوما. صراحة يعني الانكلستوما دي فاكلتاتيف، كانت بتعيش في السويل وتطلع وتخش عن طريق الجلد والقصه دي.
كان ليها وصف. اعتقد اللي كانت بتعمل مجاله بلاستيك انيميا كان في واحده مشهوره بتعمل مجاله بلاستيك انيميا. بس الاسترونجلويد اللي انت قلت عليها دكتور مصطفى هي بتعمل، انا فاكر الاسترونجلويد دي فاكلتيف، بتعيش في السويل وبتعيش في الهوست وبتقدر تعمل القصه دي ان هي تخش عن طريق الجلد وتستوطن برضو في السمول انتستين، بس مش عارف تحديدا اللي هي ولا الثانيه ولا الانكليستوما. طيب نكمل دكتوره. البلود جلوكوز ليفل or normal, the patient doesn't describe symptoms suggestive diabetes. الاكس-راي والاي-سي-جي would be performed for completion, but it's likely then this patient's symptoms had resulted from his anemia as opposed to an underlying cardiac or respiratory cause. بعد كده هو يعني برضو الكولونسكوب هنا قصده ان الكولونسكوب ممكن يقول لي حاجة بس هو انفيسيف. من هنا السكول كلشر ده هو ممكن يقول بس هو انفيسيف، فهو طبعا لما بلاقي الاثنين تساوي في الاهميه فانا بدور على الليس انفيسيف يعني. بس هو الكولونوسكوبي برضو كان له دور. الكولونوسكوبي هو لو قال برضو في مش عارف كان عدى علينا في الجي اي تي الناس اللي بيبقى عندها انيميا ايرون ديفيشنسي انيميا وكده انه بيبقى سببها كان بيتهيألي السيلياك كان ديزيز تقريبا، بس ده ما الالدر اللي لازم يتعمل لهم كولونوسكوب فور كولون كانسر از سكريننج الدرلي ود. بس هنا برضه هو استبعد لك قصه الجي اي تي لانه قال لك ما فقدش وزن، ما فقدش من وزنه، تاني بيبقى معاها مال نيوتريشن بس فقد بلاد. فقد بلاد يبقى تحديدا هي اللي فعلا يبقى انفستيشن دوده. بس هو فعلا. لو كان بلود من النوعيه اللي هي ندور بالكولونوسكوبي اعتقد هنا يبقى في ميلينا مثلا او حاجه، صح؟ لا، هو الميكانيزم في انيميا حاجه اسمها اوكلت بلود نستول، يعني هو ما بيبقاش فيه جروس ميلينا، بيبقى فيه اوكلت اللي هو الدم الخفي يعني في البراز، فبالتالي البيشنت بينزف على لونجر بيريود فبالتالي بيفقد، ما مش بيلاحظ ان فيه تشينج في الستول كلر، فبيجي بريزنت بانيميا فاحنا بنقول اوكلت بلود ستول، وبعد كده بقت الانفستيجيشن اكوردنج تو السيمتومز. يعني هو فعلا هو يعني بيفقد الاول بتشوف الاماونت على بيريود طويله، يعني هو بيقول لك من سيفرال مانثز كان عنده فهو قاعد بقى من ساعتها الدوده دي شغاله طبعا بتستهلك بس كميات بسيطه وعلى فتره طويله، مش هتعمل ميلينا بس هتعمل اوكلت بلاد زي ما الدكتوره تيسير قالت، مش هتبان قصدي يعني، ولا كان قالها هنا في الكيس يعني قال مثلا هو بيشتكي مثلا من او كان وصفها يعني المفروض كان يدينا الفيريتين حتى يعني عشان يقول لنا الانيميا دي نوعية. غالبا هي هتبقى نورموسيتك كده، نورموسيتك بتاعت البرازيت، صح؟ لا، ايرون ديفيشنسي مايكروسيتك. لا انا قصدي في الحاله بتاعتنا لو برازيت بيبقى ايه بقى؟ لا هي بيقلب ايرون في الاخر، بيقلب ايرون من كتر ال صح صح. طيب هنا نقراهم الانكليستوما برازيليانيزس برازيلينس تمام most common cause of cutaneous larva migraines common في السنترال اند ساوثرن امريكا. مش دي بقى ده جاي من الهند. الاسترونجلويد استيركوريلس ده تاني نوع acquired precutaneously walking barefoot، دي اللي غالبا اللي هو بيقول عليها الكوز بريورايتس and larva carens. This has a similar appearance to cutaneous larva migraines but moves through the skin at a far greater rate. Abdominal pain و diarrhea و pneumonitis may cause gram negative septicemia due carrying of bacteria into bloodstream. Eosinophilia sometimes seen. Management albendazole, livermectin also used particularly for chronic infections.
التوكسوكينس commonly acquired by ingested eggs from soil contaminated by dog feces. ممكن تنزل. commonest cause of visceral larva migraines. other features اللي هو الاي جرانيولوماس الليفر ولونج انفولت. يعني احنا اللي معانا اللي هي الاكوارد دي بتدخل بريكوتينيوس من مشي وحافي، بتعمل بريورايتس دايريا وابدومنال بين مونايتس، وهي جرام نيجاتيف سبتسيميا، وفيها ايزينوفيليا احيانا، وعلاجها صيابندازول او البندازول او ليفرميكتين. ما جابش سيرة أنيميا وما جابش سيرة أي حاجة بصراحة. وهي فكرة الدايرية دي كان ده اللي أنا كنت بقول الهابيتيت بتاعتهم السمول انتستن ما اتغيرتش ولا أي حاجة. هابيتيت ان جنرال، أي هابيتيت سمول انتستن لازم بريزنت دايرية، أي هابيتيت لارج انتستن لازم يبقى فيه ديزنتاريا. يعني تقول لنا مثلا قصة كده، يعني هو ده الديفكت. لو كان دي كنت همشي معاها أكتر، بس هي زي ما انا قلت لك يمكن تكون الله اعلم، يمكن الانكلستوما هي الهابيتات بتاعتها في الديودينم فوق خالص وبتستهلك دم كتير، وبيقول لك حتى بيشوفوا علامتها في الاندسكوب حتى بعد الايراديكيشن، يعني بتبقى يعني سنانها جامده قوي فبتسيب علامه. يعني ممكن تكون ده التفسير ان هي ما عندهاش دياريه، يعني تبقى هي الانكلستوما. بس هو هنا ما حددش، هو قال هوك ورم صح؟ هو ما قالش هو قالش هي انهي فيهم. يعني على فكره الهوك ورم دي كانت نوع باين، كانت هي النوع اللي حضرتك بتقول عليه بقى تقريبا ولا ده إيه؟ الانكلستوما ده اللي هي اشهر غالبا كل دول هوك ورم. بس دي اشهر واحده فيهم اللي بتسبب الانيميا. انا فاكرة ان هم كانوا ايه، يعني اصلا كنت شفت فيديو كان فيه اسكاريس مش عارف انتروبياس هوك وورم، ده كان نوع بس انا مش متأكدة. يعني خلينا نراجعها وبعدين نشوف. بس هي اللي انا فاكرين هي كانت بتعمل اورال اتاتشمنت زي ما حضرتك بتقول في الديودرام، وكانت بتسوك البلود. هي دي صح كده؟ اي ثينك ان هي اللي انا مش عارف انهي فيهم، بس يمكن دي الانكلستوما. لا هي اسمها انكلستوما ديودينال اللي هي ايوه هي دي اللي في الديودينم، عشان كده الكيس ما فيهاش دايريه. طيب نكمل لغايه شويه كده كمان. تمام. 31 years old female presents to genitourinary medicine كلينيك فليشي بروتوبيرانت ليجن. يعني ايه بروتوبيرانت؟ اون هير فالفا ويتش اور سلايتلي بيجمنتد. يعني ايه دكتور نعم. مصطفى برزين يعني برزين. She has recently started relationship with a new partner. What's the most appropriate initial management؟ يعني هي الفكرة كلها في ان هي عندها ليجنز بارزة في الفولفا وسلايتلي بيجمنتد. احنا دي على فكرة قلناها امبارح. فعلا هي دي اللي بيبقى مالتيبل ليجنز جينيتال وورت بالظبط. المالتيبل بنتعامل معاهم، كنا بنتعامل معاهم بالتوبيكال، والسنجل كنا بنعمل لها كاريوثيرابي. ان لو هي واحدة كاريوثيرابي رايوثيرابي لو سولاتري و صح بالظبط. دي ما قالش ان هي كريتينايزد ولا قال هي بيجمنتد. دي يعني هي صح زي ما انت بتقول كده في الكريتينايز فعلا، بس مش عارف هنا مش كاتب مش قال حاجه يعني. بس هي يبقى كده هو قال توبيكال توبيكال اهي. بس توبيكال ايه بقى بدون بودو فيلم؟ دي غالبا هي الاجابه، لان الساليسيليك اسيد دي ما كانتش مكتوبه، هو اسايكلوفير ما اعتقدش ان اعتقد ان هو بودوفيليوم دي صح. انا فاكرها كده بس مش عارف هي ايه بصراحه. انا فاكره ان انا قريتها، بس هي عباره عن ايه بقى؟ بابلوما فوق البي 4 بي. هي ما بابلوما فوق البي 4 بي.
عشان ما ننساش تاني. تمام. هو قال هو جينيتال وورت تريتمنت مالتيبل ونان كريتينايزد وورت اللي هي توبيكال، بس انا عايز اعرف هو بيجمنتد يعني كريتينايزد ولا ما لهمش علاقه ببعض؟ انا اعتقد لا، الكريتينايزيشن حاجه والبيجمنتيشن حاجه، يعني الكريتينايزيشن ده ثيك لاير اوف ايبيثيليوم، انما البيجمنتيشن ده حاجه ليها علاقه بالميلانين كلر بس. هي هو قال لهم المالتيبل نون كيراتينايزد وورت اللي هي توبيكال بوديثيليوم، السوليتوري دي اللي بنعملها كرايوثيرابي. كرايوثيرابي از اولسو اكسبتابل از ان انيشال تريتمنت فور جينيتال وورت. الجينيتال وورت نقراها ولا نسكيب؟ نقراها. تمام. اولسو نون از كوندايلوميتا اكيومينيتا. تمام. Are a common cause of attendance of genital urinary clinics. They are caused by many varieties of human papilloma virus. زي ما دكتورة تيسير بتقول B for B especially type 6 و 11. على فكرة احنا دي قررناها النهاردة يا دكتور حسن، 6 و 11 بتاع الهيومن بابلوما فيروس بتاع الجينيتال. أيوة وورد. أيوة. وما قلنا 16 و 18 دول بتوع السيرفايكال كانسر بقى والحاجات التانية، بس هنا مركز على الجينيتال بس. ان هي سمول وفليشي بروتيوبرانس which are slightly pigmented وماي بليد اور اتش. دي الفيتشرز بتاعتها. العلاج توبيكال بوديفيليوم او الكرويثيرابي ار كومنلي يوزد اس فيرست لاين اوف تريتمنت depending اون ذا لوكيشن اند تايب اوف ليجن. مالتيبل نون كيراتينايزد وورت ار جنرالي بيست تريتد وذ topical agent whereas solitary keratinized wart respond better to cryotherapy. Imiquimod is a topical cream which is generally used the second line. The genital wart are often resistant to treatment and recurrence is common. Also the majority of anogenital infection with the human papilloma virus clear without intervention within 1-2 يناير. يبقى نشوف اللي ايه البودوفاليوم ده، بصراحه مش عارفه. في معلومه برضو ما خدتش بالي منها، كنت حافظ ان الواحده بتبقى كرايو، المالتيبل هنا السوليتري او الكارتنايزد بيستخدموا بيها الكرايو. عدد ونوع يعني قصدي كمان. 67 years old patient with known emphysema presents to the emergency department with 2-week history of cough productive of blood stained sputum. النهارده برضو قلنا ان حاجه كانت جرين وبلود ستين. هو هنا 2-week history. الاكس راي شوز circular area of dense right upper على فكره. دي بقى كانت العكس اللي احنا شفناه. Despite 7 days of intravenous antibiotic of Bracillin and Tazobactam, his condition has not improved. An urgent and inpatient bronchoscopy reveals no endobronchial lesion, but bronchoalveolar lavage reveals an underlying pathogenic organism. The Nelson stain is negative. What organism would they use? يعني مش TB. يعني هو بيستثني TB. احنا مش قلنا ان زيل نيلسون اصلا ممكن تبقى نيجاتيف عادي؟ مش بتهيألي في السي ان اس بتهيألي بس، ولا في ولا ان جنرال؟ لا في السي اس اف. سي اس اف بس ها؟ لو ييلد في السي اس اف. طيب هو هنا مدي تازو بكتام ومدي بيبراسيلين، ده مدي ادويه قويه يعني محترمه يعني. فهو احنا كده بقى ايه، ما قدامناش غير الحاجتين اللي غريبين اللي هم الاسبرجيلاس او الثانيه اللي تحت خالص دي، تحت خالص بتاعت بورفولديريا دي عدت علينا. بورفولديريا دي برضه جرام نيجاتيف بس الله جرام نيجاتيف. طب خلاص طب يبقى خلاص الاسبرجيلاس كده مش عدى علينا. برضو الاسبرجيلس كان بيبقى كف وساعات بيبقى فيهم ابتسس. وبعدين مديله انترافينس انتيبيوتيك بيبراسيلين بالظبط. هي دي اللي برضو ان هو الانتيبيوتيك ريسبونسنج، يعني بندور على حاجه تانية يعني يبقى مش بكتيريا.
لا اتيبيكال بكتيريا مش بتريسبونس للانتي بيوتيك ده او اي حاجه تانية بقى، فانجل اي اذر كوز تانية. بالظبط، هو علشان احنا ادينا انتي بايوتيك وما جابش النتيجه يبقى فعلا اكيد سبب تاني. وبيقول this patient is likely to have developed an aspergilloma is an emphysematous cavity which explains the lack of improvement with broad spectrum intravenous antibiotic hemoptysis with chest x-ray finding. المروكسيلا and سودومونوس are usually sensitive للبروسيلين والتازوبكتام and don't classically cause clinical hemoptysis. التيوبركلوزس is unlikely given negative زلنيلسن staining. البولخورديريا is typically an infective organism and cystic fibrosis patient not those with emphysema. يعني دي بتبقى بورخورديريا دي مع مع السيستيك فايبروزز عشان هي اورجانيزم ضعيف، فبيجي في العيان اللي عنده اللي ما عندوش اللي ما عندوش تمام تمام الله ينور عليك، صح يا دكتور مصطفى. بورخورديريا هي انت قلت لي هي جرام نيجاتيف؟ جرام نيجاتيف تمام. ده كنت اللي بحسن عندنا قرأنا الكلام ده. ايه هي النيمونيا؟ البكتيريا النيمونيا نوت ريسبونسنج تو بنسيلين، فبنفكر في فيها مين بقى اللي ملهاش سيلول بين المايكوبلازما الاتيبيكال المايكوبلازما والحاجات الثانيه دي ما بيشتغلش الا بالماكروليدز او الاتيبيكال، بس هو ما كانش جايب حاجه اتيبيكال هنا صح؟ ممكن تيجي السيناريو يعني ده ممكن يتحط في الموضوع يعني لو حاجة ايوه صح ممكن تيجي بالشكل ده ان ادينا انتي بايوتيك وما جابش معاها نتيجة عشان هو بيتارجت سيل وول مثلا وهي ملهاش سيل وول. بس معلومة صغيرة، التازوسين بيغطي الاتيبيكال. تمام. يعني انا عادة في الكوميونتي اكوارد نمونيا فيرست لاين سيفترايكزون بلس ماكرولايت زي ازيثروميسين او كلاريثروميسين، او ممكن استخدم بيبتاز لوحده، بيبتاز يغطي الاتيبيكال. ماشي، انا هنتكلم لو هو جاي بنسلم بس، يعني لو كان بيتكلم عن بنسلم اللي هي نوت كفر ال ما هو ده بيبتاز، ما هو قال ببراسيلين تازو باكتام، ما هو ده التازوسين هو بيبتاز. هي دكتوره تيسير تقصد انه لو جاب امبسلم بس ما جابش حاجه كده ساعتها هتفكر يعني كده صح. طيب ناخد آخر سؤال. 33 years old man who's HIV positive is admitted to the emergency department with confusion drowsiness. He has been من غير ما تقرأي يا دكتورة السي تي تحت كاتب multiple يبقى توكسوبلازموز بتهيألي. Hypodense regions predominantly في البيزل جانجليا which show ring enhancement رينج انهانسمنت مينيمال سراوندنج ديما نومس افكت. على فكره هو غالبا توكسوبلازموس يعني بتبقى مالتيبل، بس الانهانسمنت ده انا اللي بصراحه مش فاهمه يعني ايه، يعني معناه ايه انهانسمنت؟ يعني واخده حته منوره يعني. يا رب يكون جاب لك يعني الصوره المره دي. تبغى يا دكتور حسن بالظبط، هل هوموجينسلي انهانسد يعني كل الليجن ابيض هايبرتنس نفس المستوى في الصبغه زي الابسس؟ انت ازاي عندك سبيس اوكيوباينج ليجن، ازاي افرق ده ابسس ولا تيومر؟